مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى أجواء شتوية تميز كافة المناطق الشمالية خلال يوم الغد بإذن الله، هذا بتساقط بعض الأمطار نحو السواحل الغربية التي ستكون على شكل زخات رعدية نحو السواحل الوسطى والشرقية، قد تكون أيضا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. الثلوج بإذن الله ستستمر بالتساقط نحو المدن الداخلية التي يتراوح علوها بين 800 لغاية 1000 متر. أجواء مشمسة على العموم بكافة مناطق الجنوب الكبير، لكن تبقى باردة بشمال الصحراء نتيجة لتسرب الهواء البارد لغاية شمال الصحراء والصحراء الوسطى. الحرارة خلال ليلة اليوم الأجواء ستكون جد باردة، 6 درجات تحت الصفر ستسجل بباتنا بستيف خنشلة أم البواقي، نفس المقياس تقريبا بالبيض، درجة واحدة بتيزي وزو، ما بين درجة إلى 3 درجات نحو السواحل، 3 درجات أيضا بكل الجنوب الشرقي ومنطقة الصورة، درجة صفر بغردايا، درجتين فقط بتمن راس، 6 درجات بتندوف، وترتفع إلى 14 درجة نحو أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة قصوى، تبقى البرودة محسوسة خلال يوم الغد، درجتين فقط بالبيض، كذلك بنعامة 8 درجات بقسنطينة، بباتنا 9 درجات بتيزي وزو، 11 إلى 13 درجة بسواحل، 13 أيضا بشمال الصحراء، 14 بالواحات، 12 بالثورة، 18 بتندوف، بإنسلح وتمنراس، وترتفع إلى 24 درجة بأقصى الجنوب. أما البحر سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا بسواحل الغربية، مضطرب تماما بسواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقا تأتينا من غربية إلى شمالية غربية، تدور أحيانا إلى شمالية شرقية بسواحل الغربية.